السلام عليكم. شهر رمضان الفضيل ضيف طيب مبارك، لكن قليلون جدا من يدركون وجود دروس اقتصادية في رمضان ينبغي على كل مسلم أن يعيها حتى ينعم بالحسنيين، حسن العبادة وحسن العمل في هذا الشهر الكريم. ولقد جعل الله من هذا الشهر الكريم موسما للخيرات والطاعات ومضاعفة للحسنات، ويسر السبيل أمام المسلمين لرفع الدرجات ولو بأقل الأعمال. ولعل أبرز الدروس الاقتصادية المستفادة من هذا الشهر الفضيل أنه فرصة للصائم للإحساس بألم الفقير ومعاناته وحرمانه، فكثير من المسلمين في بقاع الأرض يفترشون الأرض ولا يجدون ما يسد رمقهم، فما أحوج الصائم إلى تذكر هؤلاء والتكافل معهم والأخذ بأيديهم للرفع من مستواهم الاقتصادي. في حلقة اليوم بإذن الله من فقه المال نقف على دروس اقتصادية في رمضان مع فضيلة العلامة الدكتور علي القرداغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، فأهلا ومرحبا بك معنا فضيلة الدكتور. ومرحبا، بارك الله فيك. قبل أن نبدأ مشاهدينا الكرام هذا اللقاء، نلفت عنايتكم بأننا نستقبل تساؤلاتكم الفقهية والشرعية حول موضوع الحلقة على الهواء مباشرة من خلال البث الحي لبرنامج فقه المال على الصفحة الرئيسية للقناة على الفيسبوك، وسنحاول بإذن الله الإجابة عليها مع ضيفنا الكريم. بداية فضيلة الدكتور، يعني لعل من أبرز الأعمال التي يحرص عليها المسلم في هذا الشهر الفضيل هو الحرص على إخراج الزكاة. شهر رمضان بالتأكيد هو موسم من الدروس الاقتصادية، لو تشرح لنا هذه العلاقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هدى إخوتي وأخواتي، تحية طيبة مباركة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأود أن أذكر نفسي وأذكر المشاهدين والمشاهدات بأنه مضى تقريبا ثلث هذا الشهر، فأرجو أن ننتهز الفرصة وننتهز تماما للقيام بالواجب للثلثين الآخرين بإذن الله تعالى. حقيقة قبل أن أرد على هذا السؤال الجيد الطيب، أود أن أبين حقيقة السلوكيات الخاطئة في هذا الشهر، السلوكيات الاقتصادية في هذا الشهر، ولا سيما من حيث الاستهلاك وهدر الطعام في ظل وجود الكمية الكبيرة من الفقراء، يصل إلى ما يقرب من مليار ومعظمهم في عالمنا الإسلامي. تقرير أمم المتحدة يشير إلى أنه حوالي 900 مليون طن من الطعام والأغذية الصالحة ترمى في النفايات عبر العالم، أي حوالي 23 مليون شاحنة، كل شاحنة 40 طن. ولو حاجبنا 23 مليون شاحنة لأحاطت بالكرة الأرضية مرة أو مرتين. هذا كلها من الحجم الكذا، وحجم الإنفاق بهذا الطريق الذي يرمى يصل إلى حوالي تريليون دولار تهدر في الطعام، و 680 مليون في الدول المتقدمة والدول الغنية التي فيها دول الخليج، و 300 مليار أيضا من الدول النامية. تريليون دولار سنويا تستهلك بدون فائدة وترمى وتصبح عبئا على البيئة وعلى الإنسان. ومع الأسف الشديد في شهر رمضان، وهذا مقصودنا، يتضاعف الآن. هناك تقرير لوزارة البيئة والزراعة السعودية وبيئة القطرية، والتقارير تشير بأن حجم الإنفاق والاستهلاك الذي يهدر يتضاعف 50% في شهر رمضان. ففي ظل هذه، يعني على سبيل المثال، يعني في السعودية فقط تقريبا يصل حجم يعني كما حسب وزارة البلدية تقريبا تصل إلى حوالي 33% من نسبة الأغذية ترمى في النفايات في السعودية، وفي قطر كذلك بين 30 إلى 50%. في ظل هذا الفقر الكبير الذي أشرنا إليه،
هذا الشهر حقيقة أنا قصدي من هذا الهدر، الإسلام ليس ضد الاستهلاك ولا ضد الأكل والشرب أبدا، ولكن الإسلام يريد أن ينظم حياة الإنسان، سلوكيات الإنسان بما ينفعه حقيقة في صحته وبما ينفع الآخرين. لو فرضا يعني كما قلت 900 مليون طن أو تريليون دولار التي تصرف وتهدر لو وزعت على فقراء العالم، وحجم فقراء العالم تقريبا 800 مليون وشوية حسب تقرير الأمم المتحدة، انظر إلى تريليون لو وزعت على 800 مليون، استطعنا أن لا يبقى هناك فقير في العالم بس من خلال عدم هدر الطعام. شوف انظر، لذلك القرآن الكريم جعل الإسراف الزائد الكثير الذي يؤدي إلى رمي سماه بالتبذير والإسراف، فقال سبحانه وتعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، لأنه حقيقة يساعد الشيطان وشياطين الإنس والجن في بقاء هذا الفقر، يتضورون جوعا ويموتون في بعض الأحيان، وهذه الكميات الرهيبة ترمى. يعني على سبيل المثال في رمضان حجم ما يرمى تقريبا سنويا يعني مع بقية الأشهر، إذا بدون رمضان 250، مع رمضان 350 كيلو من الطعام الصالح من اللحم والرز وما أشبه ذلك يرمى في نفايات ويكون عبئا على الإنسان. ولذلك جاء الإسلام حقيقة ففرض الصيام لتنظيم الاستهلاك، هكذا المقصود، عكس ما يريده الناس. الله سبحانه وتعالى يريد أن ينظم حياتنا، بدل ما نأكل 3 وجبات نأكل وجبتين، وجبة مناسبة ووجبة خفيفة حتى ما نتعب، ومع ذلك نحن حقيقة نجعل النهار ننام وبالليل نتعب من كثرة ما نأكل. فلذلك أمامنا مسؤولية شرعية كبيرة جدا في هذه المسألة. الإسلام كيف عالج حقيقة؟ عالج هذه القضية أولا بتحريم الإسراف وتحريم التبذير وتوجيه المسلمين إلى أن ينفقوا هذه الأموال فيما ينفع الناس. يعني أيضا فلو نحن عملنا حقيقة يعني من ناحية الاقتصادية، لا شك أن الاستهلاك يعني مربوط بغايته، إذا كان الاستهلاك يؤدي إلى الهدر فهو استهلاك فاسد واستهلاك يعني إسرافي أو تذيري، ولكن إذا كان الاستهلاك فعلا في الخيرات، ولذلك نحن عندنا بدل الاستهلاك عندنا مصطلح جميل في القرآن الكريم وهو الإنفاق، وهذا الإنفاق في شهر رمضان يزداد. أولا فرض الله سبحانه وتعالى وفرض رسوله صلى الله عليه وسلم صدقة خاصة بهذا الشهر وهي تسمى صدقة الفطر. فرض الله سبحانه وتعالى كل مسلم ذكرا كان أو أنثى، صغيرا كان أم كبيرا، له مال أو ليس له مال، ما دام له شيء يزيد عن قوت يومه يجب عليه أن يدفع صدقة الفطر في حدود 2.5 كيلو يعطيه للفقراء، حتى يشارك الفقراء والأغنياء فرحتهم في العيد. بالإضافة إلى ذلك، هذا شهر الجود والإحسان، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس كما قال ابن عباس، ولكن كان أجودهم في رمضان، وحينما يلقى جبريل وهو في كل ليلة كان أجود من الريح المرسلة. ونحن المسلمين علينا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية الجود، ولكن الجود النافع، الإنفاق النافع حقيقة. نوعا ما الحمد لله مما كما يقال على المكروه الذي لا يحمد الله على يعني إلا فيما يفعله رب العالمين من هذه الجائحة. هذه الجائحة منعت حقيقة بالتأكيد العام الماضي وهذا العام من كثير من المأدبة الإفطار وكذلك التي يصرف، وكانت تصرف حقيقة مرات، احنا كنا ندعو 5 أشخاص على يعني تقريبا يذبح، أما يكون أمامنا جمل
وحوالي خروفين. طيب احنا كيف 5 أشخاص ولا 10 أشخاص والباقي يرمى مع الأسف الشديد؟ فلذلك سبحان الله الجائحة خففت. دكتور، على ذكر الجائحة، يعني بمزيج من الصعوبات الاقتصادية والمعيشية حل شهر رمضان هذا العام وأيضا العام الماضي على العديد من الدول العربية والإسلامية مع استمرار هذه الجائحة كما ذكرت ربما في العام الثاني حتى الآن، كيف يمكن التكافل مع إخواننا خاصة من خلال شهر رمضان؟ حقيقة لا شك أن هذه الجائحة أدت إلى زيادة نسبة البطالة كما يقول منظمة العمل العالمية بحدود 50% في بعض الدول، يعني بين 30 إلى 50% من كانوا يشتغلون الآن إما في طريقهم إلى البطالة أو أنهم فعلا ليس لهم عمل، وهذا يكون حقيقة ويحقق عبئا كبيرا جدا على مجتمعاتنا الإسلامية والمجتمعات الإنسانية، وأنا أتكلم عن المجتمع الإسلامي الذي يتكون من 1.7 مليار نسمة. فإذا كان 50% من العمال والموظفين فقدوا أعمالهم أو في طريقهم خلال هاتين السنتين، شوف حجم يعني أعباء كم. فلذلك واجب المسلمين أن يتعاونوا، واجب المسلمين أن يتكافلوا، واجب المسلمين كما قال سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يكونوا كالجسد الواحد، والجسد الواحد كما قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولذلك نحن حقيقة علينا في هذا الشهر عندنا زكاة الأموال، وهي ليست كما قلنا أكثر من مرة، لا زالت زكاة المسلمين إلى يومنا هذا في هذا العام أكثر من في حدود 400 مليار دولار، وصدقة الفطر أنا حسبتها العام الماضي في حدود مليون، لم أحسبها هذا العام، لكن العام الماضي حسبت أكثر من مليار و500 مليون دولار لو قدرناها بالقيمة التي في حدود 15 ريال لحجم صدقة الفطر. هذه الأموال إذا نظم، يجب أن تنظم وتصرف وتصل هؤلاء الفقراء، وبدل ما نحن هنا في الخليج في قطر وفي السعودية وفي بقية دول الخليج نرمي 33% من طعامنا في النفايات، لماذا نحن نقتصد شوية ونعطي 33 ولا 20% بالإضافة إلى الواجبات الأخرى؟ والذي نفسي بيده لو أدينا الواجب صدقات المفروضة الزكاة وصدقة الفطر، والله لما بقي فقير. ولذلك ورد في بعض الآثار عن سيدنا علي مرفوعا وموقوفا بأنه ما من فقير يموت إلا يسأل عنه الغني إذا لم يؤدي زكاته، لأنه هو الذي تسبب، لو أعطيت الزكاة ما بقي فقير، لأن الله سبحانه وتعالى جعل معادلة بين نسبة الفقراء وبين نسبة في العالم الإسلامي وبين نسبة الزكاة. ولذلك الزكاة مطلوبة، بالإضافة إلى ذلك الجود والإحسان، بالإضافة أن نفكر 33، وهذا تقرير في بعض الدول الخليج يصل إلى 50% مما يرمى، خلينا إحنا في 33 نوفرها ونعطي للفقراء. فهذا حقيقة المفروض نحن في يعني شهر رمضان نستفيد من هذه الأمور، نقلل من الإنفاق، نقلل من الاستهلاك ونزيد من الإنفاق الخيري، لأنه كما قلت هناك علاقة طردية وعكسية وكمية وكيفية بين الاستهلاك والإنتاج. فإذا كان استهلاكنا سيئا كلها في الأكل والشرب، معنى ذلك يكون الإنتاج استهلاكيا. فلذلك نقلل في قضايا المستهلكات الغذاء وكذا بقدر حاجتنا أو حتى بقدر أزود من حاجتنا، والباقي نوفرها إما للفقراء أو للتنمية أو للإنتاج. فلذلك أنا أقول عالمنا الإسلامي حقيقة يتحمل مسؤولية، وواجب الدول وواجب الإعلام، يعني هذا البرنامج جزاكم الله خيرا، واجب الإعلام مثل الجزيرة وقنوات الفضائية الأخرى أن تركز على ثقافة الادخار، على ثقافة الإحساس بالمسؤولية، بدل أن تركز على ثقافة الاستهلاك الذي حقيقة بهذه الصورة البشعة التي نحن نراها
50% ولا 33% ترمى في النفايات وتصبح عبئا على البيئة وعلينا جميعا، ونتحمل المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أهل عرصة منطقة يموت بينهم جائع إلا وقد برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، عليه الصلاة والسلام. دكتور، هناك ملمح اقتصادي آخر نسلط الضوء عليه من خلال دراسة أجريت عام 2011، كشفت بأن الاقتصادات الإسلامية تفقد تقريبا 40 ساعة عمل في المتوسط خلال شهر رمضان مع تقليل ساعات العمل، وكذلك بالضرورة هناك ناتج محلي ربما بدوره يتباطأ أيضا نتيجة لهذا الخفض. هل هذه الدراسة دقيقة أم أن الموضوع يتعلق بالأمانة في العمل والإنتاج؟ لا، حقيقة الدراسة لها مصداقية، لأن ثقافتنا نحن المسلمين إلى اليوم لمعظم الناس هي أن شهر الصيام هو شهر النوم، وهذا غير صحيح. معظم غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وحركات وأنشطة سيدنا الحبيب صلى الله عليه وعلى آله كانت في شهر رمضان. حتى شوف الغزوات التي أكثر من 86 غزوة كبيرة مؤثرة في العالم الإسلامي كانت في شهر رمضان، ومعظمهم كانوا يصومون، حتى المجاهد كان يصوم ويجاهد. فلذلك هذه ثقافة، خاصة ثقافة الكسل وثقافة يعني عدم العمل، خارج حقيقة أبدا. ليس هناك حتى في سابقا حقيقة في حضارتنا الإسلامية لا نجد تخفيف ساعات العمل بالنسبة في شهر رمضان. العمل هو عمل حتى هذه، يعني ربما، لكن أن تصل فعلا نسبة تعطيل العمل، هذا معناه نحن نتضرر مرتين: مرة نزيد في الإنتاج في الاستهلاك يعني غذائي والاستهلاك غير نافع بنسبة 50%، هذا ودراسة عندي، دراسة يعني معدلات يعني الزيادة، نعم هدر، وكذلك معدلات زيادة الإنفاق العام، استهلاك العام في شهر رمضان سواء كان هدرا أو غير هدر 50%. يعني إذا كانت العائلة تنفق في الشهر 1000 ريال، فالآن ينفق تقريبا 1500، 500 زيادة، هذا هو يسمون 50% زيادة عما كان ينفقه في بكر، وأنا أعتقد أكثر من ذلك، لكن هذه الدراسة متواضعة. إذا هذا ضرر، وضرر الآخر أيضا تقليل من العمل. فإذا هدر للموارد البشرية كما وهدر للموارد المالية، وهذا أكبر خطورة حينما يجتمع هذان الهدران: هدر الموارد البشرية من خلال تعطيل العمل والنوم، وهدر كذلك للموارد المالية من خلال إنفاق كما أشرت تريليون دولار، ما يعادل تريليون دولار. هذا حقيقة منظمة فاو، وهي منظمة الصحة والأغذية، آسف، منظمة الأغذية العالمية تابعة للأمم المتحدة، تقريرها تقول حوالي تريليون دولار تصرف في هدر الطعام، تريليون دولار. وكما أشرت أيضا، وهذا أيضا من فاو، وهو أنه 900 مليون طن في النفايات عبر العالم، في العالم كله. لو 900 مليون طن في السنة وزعت على العالم لما حقيقة احتجنا إلى، لكن بالمناسبة النظام الرأسمالي يشجع على ذلك. النظام الرأسمالي دائما يشجع على الاستهلاك في جميع المجالات، لأنه بالأخير من المستفيد من الاستهلاك؟ المنتج. ما يهم المنتج أي شيء أنت يعني تهدره ولا لا، المهم هو يبيع لك هذه البضاعة، وبالتأكيد أيضا ترتفع الأسعار في هذا المجال. ولذلك من سلبيات الاستهلاك، أولا يؤدي إلى حقيقة يعني أولا إلى عدم التوازن بين ما يسمى العرض الكلي والطلب الكلي. العرض الكلي الناس يطلبون يعني يطلبون أكثر، والعرض أيضا أقل، وبالتالي ترتفع الأسعار، ويترتب على ذلك أيضا التضخم. لذلك مثلا في شهر رمضان حقيقة التمور تزداد أسعارها، اللحوم تزداد أسعارها، إلا في بعض الدول تدعم جزاهم الله خيرا، الرز والعيش أيضا. فهذا كلها بسبب ما يسمى عدم التوازن بين العرض الكلي والطلب الكلي. ويترتب على ذلك بالمناسبة أيضا سلبية أخرى، التضخم.
ويترتب على ذلك أيضا صرف هذه الموارد العزيزة الكبيرة تريليون، بدل ما تصرف في الإنتاج، بدل ما إنتاج النافع، بدل ما تصرف كذلك في التنمية، تصرف في هذا الطعام قسم يؤكل والقسم الآخر يهدر. فلذلك بصراحة نحن أمام مسؤولية. أنا أناشد الحكومات ووسائل الإعلام وحتى خطباء المساجد أن يركزوا على هذا الجانب. شهر رمضان ليس شهر الأكل والشرب والإسراف والهدر. نعم. شهر رمضان شهر الإنفاق، شهر الخيرات، شهر الجود، شهر الإحسان، شهر إدخال السرور في قلوب الناس. إحنا شوف كم نتحمل مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. نعم. أمام هذه المأساة. نعم، كما ذكرت فضيلة الدكتور، شهر رمضان هو شهر الجود والكرم وإسعاد وإدخال السرور على الناس، وفي رمضان أيضا يمسك الناس عن الطعام والشراب، وهي بالتأكيد دلالات اقتصادية على الادخار والقدرة على التحكم في النفس والشهوات حتى المباحة منها. كيف تنعكس هذه الخصال اقتصاديا واجتماعيا؟ يعني الآن احنا انا اذكر حتى آثار ذلك، لم يعني القرآن الكريم حينما ربط وفرض الصيام ربطه رب العالمين بشيء مهم جدا، قال لعلكم تتقون. التقوى هي الحماية، ولم يقل تتقون إيش، أي تحقيق حفاظ على الأموال والنفوس وكذلك وكل ما يتعلق بالإنسان. فلذلك آثار هذه المسألة تنعكس حقيقة في الادخار الجيد، في أن الإنسان يفكر. كما أكثر من مرة كان هناك مسؤولة كبيرة في بريطانيا لما جاءت أزمة بوسنة، قال أنا امتنعت عن أحسن وجباتي الغذائية وهي غداء، وهي أغلى، وهي في حدود مثلا 200 جنيه استرليني، أنا أجمعها وأتصرف. هذه مرأة أو هذه مسؤولة يعني لم تكن مسلمة، لكن كانت لها أو كان لها إحساس بالمسؤولية. نحن مفروض لما نحن رب العالمين يطلب منا أن نصوم 14 ساعة، شوف 14 ساعة، معنى ذلك إحنا 14 ساعة لا نأكل، باقي لنا كم حقيقة، حوالي تقريبا 10 ساعات، يعني معناه حجم الصيام أي الامتناع عن الأكل أكثر من حجم أو أوقات الأكل، أي معنى ذلك أننا نوفر أكثر من 50% من طعامنا، لأننا نحن نصوم 60% الآن بالنسبة لقطر، 60% نحن ممتنعون عن الأكل، في أوروبا حوالي تقريبا 80 إلى 90%. طيب آثار هذا الامتناع لا يظهر شيء، لأنه خلال هاي الساعات العشر أو الست تستهلك ثم يهدر الباقي ويرمى. ولذلك المفروض يكون لها آثار على الادخار، ويكون لها آثار أيضا على إنتاج الأمور الجيدة، ويكون لها المفروض آثار أيضا على التربية. وهذا حقيقة تقع المسؤولية علينا جميعا لا شك، لكن أيضا على وزارات التربية في صناعة البرامج والمناهج، بحيث يتربى الطفل من الحضانة إلى الجامعة على الادخار، على عدم الإسراف، على أن هذا الإسراف مضر بالصحة. شر يعني أوعية هو المعدة حقيقة، كلما ملأناها بصراحة تضررنا أكثر، وثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، هذا هو المطلوب. نحن الآن نملأ المعدة كل شيء، والماء بالقوة يصل، والنفس نحتاج إلى أن نتنفس حتى، هذا هكذا. فهذه الثقافة ثقافة خطيرة، مضرة بالصحة، مضرة بالدين، مضرة حقيقة بالاقتصاد. فلذلك يعني آثارها كبيرة جدا، ولكن لا يمكن بصراحة أن تعالج إلا من خلال التربية والتعليم ومن خلال القدوة. يعني في على سبيل المثال كان هناك بلد من البلاد الإسلامية كان فيها حقيقة نسبة المهور ونسبة يعني الحفلات كبيرة، فرئيس هذه الدولة قرر، قال أنا أعمل مهر بنتي كذا، وأيضا المبلغ الذي يخصص نعطيه للفقراء. صار قدوة، لم يعد عيبا. اليوم ناس يتباهون
مع الأسف الشديد. وأيضا أمر آخر أختي الفاضلة ومن خلاله كل المشاهدين والمشاهدات، أخطر شيء اليوم صار هناك منافسة في عرض أنواع الأكلات عبر وسائل الإعلام والسوشيال ميديا. يعني مرات تجد يعني حقيقة يعني كمية كبيرة جدا معروضة على أمام الناس، إنسان العادي يستغرب من كل هذه الأنواع، فما بالك بالفقراء. فهذا في الآن ناس يتباهون بكثرة ما يقدمون وبكثرة ما يعرضون من الأطعمة، بدل ما يباهون بكثرة ما دفعوه للفقراء. نعم. في عالمنا العربي، في عالمنا الإسلامي، في أقاربنا، هؤلاء إخواننا ومن بني جلدتنا في يمن، هؤلاء إخواننا في قدس الأقصى يتضورون جوعا، تهدم بيوتهم ولا يجدوا شيئا. هناك إخواننا في سوريا ربما رأينا بعض الأفلام يندى لها جبين هؤلاء الظلمة، وتقشعر جلودنا نحن المسلمين مجرد رؤيتنا لهؤلاء كيف يعيشون. طيب كل ذلك نحن نتباهى بعرض أفضل أنواع وأجود أنواع ومتنوعة جدا، ومرات يكون على يعني مدى كبير، فهذا حقيقة مخالف لشرع الله ومخالف حتى للفطرة السليمة، وحتى غير موجود في العالم الغربي. نحن مع الأسف الشديد عالمنا يقلد العالم الغربي في الأمور السيئة، لكن أمور بسيطة جدا. يعني إذا تسمح لي قصة بسيطة، أنا أيضا مرة دعوت بعض الإخوة الأساتذة لما كنت في عضو استشاري في لجنة استشارية تابعة لأكسفورد، فدعوت بعضهم في قطر، فلما عرضنا عليهم الأكل وجد كان معنا بعض الإخوة، خلال دقيقتين أكلوا راحوا. قال ماذا فعلوا؟ إحنا سندويج بسيطة جدا اللي لم يصرف عليها وقت، نعيش عليها، يسمون غداء العمل أو عشاء العمل، وأنتم كل هذا الطعام 5 دقائق وتركت البقية هكذا. فهذه ثقافة خطيرة جدا، لا هي إسلامية بصراحة ولا فطرية ولا غربية، وإنما هي ثقافة التباهي، لأننا مع الأسف الشديد يعني لا نجد الإنتاج الممتاز، فنحن بدأنا نتباهى مع الأسف الشديد فيما يضر الناس وما لا ينفع الناس. نعم فضيلة الدكتور، وردت إلينا بعض المشاركات نود أن نقرأها معك الآن. هاني يقول ما فيش أي اقتصاد، أي بمعنى يقصد هنا التوفير، بالعكس كل حاجة الناس بتجيبها بزيادة وكل شيء بيكون غالي. هني يتحدث هنا بالعامية المصرية. فوزي عمار يقول مع الكورونا صار الكل يوفر عشان أصلا ما ضل عندهم فلوس. أما بالنسبة لمحمد أو سعيد محمد يقول رمضان هو درس يوضح أن مع التكافل الاجتماعي الذي تتم به الصالحات في كل المجالات الدنيوية يجعل ديمومة الحركة الاقتصادية مستمرة على مستوى وسطية بامتياز، لا ضرر ولا ضرار. نتابع أيضا وبعض المشاركات. ومحمود يقول في شهر رمضان المبارك حاول أن تكون، وهو هنا يوجه نصيحة، يقول حاول أن تكون صائما قائما مقتصدا، لا أن تتحول إلى واحد من تلك الكائنات الاستهلاكية التي اقتصرت أهدافها في الحياة على الاستكثار من كل شيء مثل الطعام والشراب. أما جنتلمان فيقول ويختم معنا المشاركات التي وردتنا بقوله لا تسرف ولو كنت على نهر جاري. نريد منك تعقيبا أخيرا فضيلة الدكتور، ويا حبذا لو كان هناك نوع من أنواع النصح. أولا أنا أبدأ بالحقيقة، سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراف في الماء حتى ولو كان الإنسان على الصحيح. والأمر الثاني حقيقة أبدأ أعود إلى أول تعليق من هذه التعليقات، عالمنا الإسلامي اليوم بسبب جائحة كورونا وبسبب الحروب أيضا في سوريا وفي اليمن وفي العراق وفي فلسطين، حقيقة أصبح المسلمون في أشد الحاجة، وكما قلت حوالي قريب من مليار، لكن أكثر من نصف مليار مسلم هم في من الفقراء، ومعظمهم اليوم في عالمنا العربي الذي كان غنيا. من كان يتصور أن يصل
إخواننا في سوريا إلى هذه المرحلة من البؤس والفقر، ويمن السعيد يصل إلى 93% نسبة الفقر والجوع والمرض والمشاكل، والعراق الذي بلد الحضارات وبلد السبعة أنهر التي كانت تتواصل حتى أيام الساسانيين وأيام الخلافة الإسلامية. فإذا أمام هذا كيف نحن يطيب لنا أن نأكل كل هذه الأشياء ونتباهى به ونعرضها على الناس ونحن ونرى إخواننا؟ وأيضا التعليق الآخر يعني أشار إلى مسألة الجائحة. نعم صحيح، هذا الكلام صحيح، فواجبنا نحن أن نهتم وأن نوفر هذا المال. هذا الشهر كما قلت نحن صائمون بنسبة 60% من الوقت، المفروض أن ندخر من الأكل بنسبة 60%، اليوم العكس، نحن بنسبة 100% زدنا أو 50% زدنا على ما كنا ننفقه. فلذلك نصيحتي إخوتي الكرام لله سبحانه وتعالى، أولا لا يجوز الإسراف. إمام محمد الشيباني تلميذ الإمام أبو إمام أبي حنيفة وشيخ الإمام الشافعي يقول إذا أكل الإنسان أكثر من بعد الشبع هذه زيادة حرام. تصور، هذا كلامه. ويستشهد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، والنهي يقتضي التحريم. أما إذا وصل إلى التبذير فهذا إخوان الشياطين. فأنا نصيحتي لهم أن يصوموا محققين لأهداف الصوم. أهداف الصوم هو الجانب الإيماني، الجانب الروحاني، أننا نكون في الليل مرتاحين بدل ما نعاني من آلام المعدة ومشاكلها ونأكل دواء ونأكل كذا ونأكل كذا. نأكل لقيمات ونرتاح ونتوجه إلى الله. وصيامنا أيضا بدل ما ننام أكثر الأوقات نعمل فيه بقدر الإمكان ونستفيد وننتج الإنتاج الجيد. نصيحتي أيضا حقيقة يعني بعد هذا أيضا أن يستفيدوا أن يوجهوا هذه الأموال الزائدة إلى هؤلاء الفقراء، بالإضافة إلى أداء زكاة المال وزكاة الفطر. لا تنسوا بالإضافة إلى الجود، إن في المال حقا سوى الزكاة. فلذلك نصيحتنا حقيقة أن نصوم كما يريده الله سبحانه وتعالى، كما كان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر على تميرات، هكذا نفعل. وما زاد لا مانع من الأكل الطيب باعتدال، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وبالمناسبة إذا إحنا أنفقنا في الخير هذا لا يسمى يعني شيئا سيئا لا يسامح الله، إنما هو خير، لكنه عندما ننفقه بدون فائدة أو في التباهي فهذا هو الإشكال. فأسأل الله سبحانه وتعالى، وأيضا نصيحتي لوسائل الإعلام أن تركز على هذه الجوانب، على هذه الإحصائيات الخطيرة، وتحليلها تحليلا جيدا. فبارك الله فيكم وجزاكم الله. شكرا جزيلا لك فضيلة الدكتور علي القرداغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. الشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. نلقاكم بإذن الله الخميس المقبل ولقاء جديد من فقه المال. دمتم بخير وإلى اللقاء.